شكله راجع يصفي حساباته القديمة. يعني القصة أكبر من مشروع وأكثر من شغل. كانت هاي رصاصة فينا، أو يمكن هذا القناص حط هاي رصاصة هون بين عيونك. طبعاً بحب، بس بشرط. ابني ومرتي يا الله، ابني ومرتي يا صبر الله، وما رح يهنالي عيشوا ربي لحتى جيب آخرتن قش لفة. إذا بسمعك عم بتقول منتهي وحياتك لأزعل منك.